بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي طالبات الصف الثامن. نلتقي إن شاء الله في هذا الفيديو مع آخر فعل من حيث طبعا تقسيم الأفعال من حيث الأزمنة، ألا وهو فعل الأمر. إذا فعل الأمر عزيزاتي هو الفيديو الذي سنتناقش فيه هذا اليوم. وفعل الأمر سنتعرف على تعريف فعل الأمر، ما المقصود بفعل الأمر، وننتقل أيضا إلى علامات بناء فعل الأمر. نبدأ عزيزاتي نتبين المقصود بفعل الأمر. ما هو فعل الأمر؟ ما المقصود بالأمر؟ الأمر هو طلب أو فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على طلب الأمر على وجه التكليف والإلزام بالشيء. إذا فعل الأمر هو الفعل الذي يدل على طلب الأمر على وجه ماذا؟ التكليف. إذا أنا أكلفك أن تفعل هذا الشيء، أو على وجه الإلزام. عندما أقول لك أدرس، أكتب، نم، اسعى، هذه كلها أفعال أمر تدل على طلب الفعل على وجه الإلزام والتكليف. طيب، بشيء لم يكن حاصلاً قبل الطلب. يعني عزيزاتي أنا الآن رأيتك أنك كتبت الدرس، هل سأقول لك أكتب الدرس؟ لا طبعاً، لأنك كتبت الدرس. الآن فعل الأمر لا يكون إلا بشيء أو بطلب فعل لم يكن حاصلاً وقت الطلب. إذا لو كان الشيء حاصلاً قبل الطلب لما طلبناه بأصله، صحيح؟ إذا فعل الأمر، ما هو فعل الأمر؟ هو طلب الأمر أو هو الفعل الذي يدل على طلب الأمر على وجه التكليف والإلزام بشيء، ما بال هذا الشيء؟ شيء لم يكن حاصل قبل زمن الطلب. يعني يمكن أن نقول عزيزاتي أنه بدل على الزمن المستقبل، يعني هذا الطلب نريده أن يتم إنجازه في الزمن المستقبل، تمام؟ طيب جميل لغاية الآن. الآن عزيزاتي فعل الأمر ما هي علامات بنائه؟ على ماذا يبنى فعل الأمر؟ لاحظوا عزيزاتي أنه أنا عندي أربع مجموعات، مجموعة ألف وباء وجيم ودال، كل مجموعة تختص بحالة من حالات بناء فعل الأمر أو علامة من علامات بناء فعل الأمر. نقرأ المجموعة الموجودة في المجموعة ألف، مجموعة الأمثلة. أحسن إلى المحتاج، أيتها المسلمات حافظن على الصلاة. لاحظوا الأفعال المخطوطة باللون الأحمر، أحسن وهنا حافظن. أحسن هو فعل أمر، أنا أطلب من شخص أن يحسن إلى المحتاج فأقول له أحسن إلى المحتاج. لاحظوا فعل الأمر هذا، هل اتصل به شيء؟ لم يتصل به شيء. إذا فعل الأمر هذا يبنى على السكون، اللي هي الحالة الأصلية لفعل الأمر أن يكون مبنيا على السكون. إذا ماذا نسمي هذه الحالة؟ حالة البناء على السكون. إذا البناء على السكون. متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ لاحظوا إذا لم يتصل به شيء. إذا كيف أعرب أحسن؟ فعل أمر مبني على السكون، طبعا هون يمس لم يتصل به شيء. لاحظوا أيضا هنا حافظ نا، ماذا نسمي هذه النون التي اتصلت بفعل الأمر؟ هذه عزيزاتي هي نون النسوة. هذه ماذا؟ نون النسوة تدل على مجموعة مؤنث. لاحظوا نقول أيتها المسلمات مجموعة إناث، مجموعة مؤنث، حافظنا. إذا هذه نون النسوة. نون النسوة ماذا اتفقنا على إعرابها؟ ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، دائما نون النسوة. طيب نعود إلى موضوعنا، قلنا إنه هذا فعل أمر، وفعل الأمر يكون مبنيا على السكون إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به نون النسوة. إذا هذا أول استنتاج عزيزاتي. ما هو الاستنتاج الأول؟ نستوضح الاستنتاجات هنا أو نستنتجها مع بعضنا هون. الاستنتاج الأول أن فعل الأمر يبنى فعل الأمر على السكون متى؟ إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به نون النسوة. واضح الآن؟
إذن لاحظت فعل أمر مع عنون النسوة يجب أن يكون مبنياً على السكون. فعل أمر لم يتصل به شيء، نقول فعل أمر مبني على السكون. نلاحظ الأمثلة الثانية عزيزاتي. الأمثلة الثانية نقول، ننتقل هون أول، اسعى إلى مكارم الأخلاق. إذن ماذا نقول؟ اسعى إلى مكارم الأخلاق. المثال الثاني، أدعو إلى الخير دائماً. المثال الثالث، ارمي الأوراق في سلة المهملات. أول ملاحظة نلاحظها عزيزاتي على هذه الأفعال أنها أفعال أمر، اسعى، ادعو، ارمي، هي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية التي نلاحظها أن أفعال الأمر هذه هي معتلة الآخر. شو يعني مس معتلة الآخر؟ يعني أنه آخر حرف فيها هو حرف علة. لاحظوا، اسعى ما أصلها؟ أصلها سعى. طيب ادعو، أصلها دعا. ارمي، أصلها رمى. إذن لاحظوا عزيزاتي أن كل فعل من هذه الأفعال هو معتل الآخر، يعني أنه انتهى بحرف علة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء. هون انتهى بالياء سعى، عفوا هون انتهى بالألف سعى، هنا دعا انتهى بالألف، وهنا رمى أصلها رمي. طبعا عزيزاتي رمي انتهى بالياء. إذن أنا عندي الأفعال هذه كلها معتلة الآخر، إما أن تنتهي بالألف أو بالواو أو بالياء. طيب لاحظوا كيف أتعامل مع فعل الأمر إن كان معتل الآخر. إن كان معتل الآخر، اسعى أصلها اسعى. ماذا أفعل عزيزاتي؟ أحذف الحرف وأضع حركة تنوب عنه. إذن إذا جاء فعل الأمر معتل الآخر، كيف أصوغ منه فعل الأمر؟ أحذف حرف العلة وأضع حرفاً أو حركة تنوب عن هذا الحرف. ما الذي ينوب عن الألف؟ الفتحة. إذن أنا بحط فتحة بدل الحرف الموجود عندي، فتصبح الكلمة ماذا؟ اسعى. هكذا تصبح الكلمة أو الفعل الأمر هذا. لاحظوا ادعوا ما أصلها؟ أصلها ادعوا. هكذا ادعوا. قلنا إذا جاء فعل الأمر معتل الآخر ماذا أفعل؟ أحذف حرف العلة وأضع حركة تناسب. ما الذي يناسب؟ الواو الضمة. إذن شو أصبح الفعل؟ ادعوا. أصبح الفعل ادعوا. إذن الآن إذا جاء الفعل ينتهي بحرف العلة الواو، نحذف الواو ونضع الضمة بدلاً من ذلك. طيب ارمي ما أصلها؟ أصلها ارمي. إذن ما أصل ارمي؟ أصلها ارمي. ماذا نفعل؟ قلنا إنه نحذف حرف العلة، نضع حركة تناسبها. ما الذي يناسب الياء؟ يناسبها الكسرة. إذن نقول ارمي. الآن عزيزاتي لا يمكن أن ينتهي فعل الأمر بحرف علة، هذا لا يجوز. إذن فعل الأمر إذا جاء في آخره حرف علة، نحذف حرف العلة ونضع حركة تناسب هذا الحرف المحذوف. انتهى بالألف نحذفه ونضع فتحة، إن انتهى بالواو نحذف الواو ونضع ضمة، إن انتهى بالياء نحذف الياء ونضع كسرة. جميل. طيب الآن كيف نعرب يمس فعل الأمر هذا؟ كيف نعرب فعل الأمر هذا؟ دعونا نعرب اسعى. نقول في إعراب اسعى، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. إذن خلونا نكتب الملاحظة هون، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. هذه هي طريقة الإعراب عزيزاتي. يعني ما إعراب؟ ادعوا. فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. ما إعراب ارمي؟ فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. واضح عزيزاتي؟ إذن الحالة الأولى اللي ذكرناها لبناء الفعل فعل الأمر أنه يكون مبنياً على السكون. الحالة الثانية حالة ماذا أضع هون يمس؟ حالة البناء على حذف حرف العلة. إذن الحالة الثانية هي حالة ماذا؟ حالة حذف حرف العلة، حذف حرف العلة.
هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى هي البناء على السكون، الحالة الثانية هون هي حالة الحذف على أو حذف حرفي العلة. اتفقنا على الإعراب. إذن الاستنتاج الثاني عزيزاتي، ما هو الاستنتاج الثاني اللي هو عندنا هون؟ الاستنتاج الثاني يبنى فعل الأمر على حذف حرف العلة إذا كان متى معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر. هي عزيزاتي سهلة، الموضوع سهل. شفت أنا فعل أمر انتهى بحرف علة، ماذا أفعل؟ احذف حرف العلة. كيف أعربه؟ بحكي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة فقط، انتهينا. وهذا مهم بالقواعد الإملائية عند كتابة بعض الكلمات. ممكن أحكي لك مش صحيح الخطأ بالأفعال الآتية، أكتب لك الفعل ادعو بالواو، ادعو إلى سبيل ربك، هذا صحيح خطأ. تحكي لي أنه يجب أن أحذف الواو لأن هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره. يلا ننتقل الآن إلى المجموعة جيم، المجموعة الثالثة. حافظن على صلاتك، حافظن على صلاتك. إذن أنا الآن أخاطب شخص، أقول لهذا الشخص حافظن على صلاتك يا محمد. مثلا يعني أقول مثلا أتركن التدخين يا محمد، مثلا مثال آخر. إذا أنا الآن أخاطب شخص معين وأأمره بفعل أمر، فعل الأمر هذا اتصل به نون. النون في المثال الأول ذكرناها طبعا لما شرحنا عن الفعل الماضي، قلنا ماذا نسمي هذه النون المشددة أو النون التي عليها سكون؟ ماذا أسميها؟ أسميها نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. إذن يمكن أن تتصل نون التوكيد الثقيلة والخفيفة بمن؟ بفعل الأمر. إذا اتصلت نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة بفعل الأمر، لاحظوا على ماذا يبنى؟ يبنى على الفتحة. إذن نقول هنا فعل الأمر يبنى على الفتحة إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. يعني مش شو أسمي هذه الحالة؟ أسميها البناء على الفتح. البناء على الفتح، متى يبنى فعل الأمر على الفتح؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة. عزيزاتي متذكرين شو أعربنا نون التوكيد الثقيلة والخفيفة؟ أحسنتن، حرف مبني لا محل له من الإعراب فقط، هذا هو إعرابه. إذن الاستنتاج الثالث عزيزاتي، يبنى فعل الأمر على الفتح متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. آخر مجموعة عزيزاتي، قال الأب لابنيه ادرسا بجد، قال الأب لأبنائه ادرسوا بجد، قال الأب لابنته ادرسي بجد. لاحظوا أعزائي فعل الأمر هنا اتصل به، في المثال الأول ألف الاثنين، في المثال الثاني واو الجماعة، في المثال الثالث ياء المخاطبة. إذا اتصل بفعل الأمر أحد الثلاثة واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة يصبح مبنياً على حذف النون. إذن هذه ماذا أسميها الحالة؟ حالة البناء على حذف النون. إذن هنا مبني على حذف النون. كيف أعرب أعرب هذا فعل الأمر؟ أدرسا، أقول أدرسا فعل أمر مبني على حذف النون. وما ننسى عزيزاتي إعراب ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يجب أن لا أنسى إعراب ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة. إذن الاستنتاج الأخير، يبنى فعل الأمر على حذف النون متى؟